مساء الخير. العبادي سيزور طهران الغاضبة على سياسته، فكيف سيكون موقفه قبل الزيارة وبعدها؟ العقوبات الأمريكية على طهران كانت أمرا متوقعا ومن زمن بعيد، فهل تحمل جمهورية المرشد الأعلى العبادي ما لا يحتمل؟ بين حان ومان أنت أيها العبادي، بل أنت أيها العراق، يا من ترزح مدنك منهكة تحت الدمار، فمتى الأعمار يا صندوق الأعمار؟ وأبناؤنا عاطلون ونحن نستورد عمال من الخارج، هنا على وزارة العمل أن تلتزم موقفها الصارم. مصادر مطلعة، العبادي يزور طهران الأسبوع القادم. إعادة إعمار المناطق المحررة يتعثر بين الوعود وتلكؤ صرف التخصيصات. تضارب الأنباء حول حوارات تشكيل الكتلة الأكبر. العمل تتوعد بمعاقبة شركات استيراد العمال الأجانب. أفاد مصدر مطلع بأن إيران وجهت دعوة لرئيس الوزراء حيدر العبادي لزيارة طهران الأسبوع القادم، وقد وافق العبادي على تلبية الدعوة، وسيتم مناقشة أمور عدة في الزيارة، على رأسها العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وصف النائب السابق عن الجماعة الإسلامية الكردستانية عادل نوري عملية إعادة العدوى الفرز اليدوي بالمهزلة، معتبرا أن هذه العملية ذهبت بسمعة القضاء والأحزاب السياسية. أيضا روجت مصادر محلية أن حراكا سياسيا دب حديثا لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات القادمة المزمع إجراؤها في 22 من كانون الأول القادم، وذكرت المصادر أن هذا الحراك يأتي على خلفية الاستياء من التزوير الذي شاب الانتخابات التشريعية. بالمقابل دعا ائتلاف دولة القانون الأحزاب والكتل السياسية إلى احترام نتائج الانتخابات التي صدرت بعد عملية العدوى الفرز الجزئي من لجنة القضاة المنتدبة، مشددا على أهمية هذه الخطوة في تشكيل البرلمان والحكومة. تضارب الأنباء حول حوارات تشكيل الكتلة الأكبر. أفاد عامر الفايز القيادي في تحالف الفتح أن الإعلان عن الكتلة الأكبر سوف لن يتأخر بعد نضوج الحوارات بين القوى السياسية في الفترة الماضية، وأشار الفايز إلى أن حظوظ العبادي بولاية ثانية باتت ضعيفة. بالمقابل فإن خالد العبيدي القيادي في تحالف النصر يرى تحالفه بات الأقرب لتشكيل الكتلة الأكبر. العبيدي قال: نحن الآن بتوافق كبير مع تحالفات سائرون والحكمة والوطنية، بالإضافة إلى وجود تفاهمات متقدمة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، ولدينا تواصل مع الأخوة في تحالف الفتح. ملف تشكيل الكتلة الأكبر نناقشه مع السيد محمد عثمان الخالدي أمين عام حزب بيارق الخير، وأيضا مع السيد سعد المطلبي عن تحالف دولة القانون. يا هلا بيكم ونورتونا حضوركم. أهلا وسهلا. الله بالخير. الله بالخير. السيد محمد تسمح لنا خلي البداية وياكم فضلك. نعم. أعلنت أو أعلن السيد خالد العبيدي مؤخرا خلال الساعات الماضية عن اتفاق بين النصر سائرون الوطنية الحكمة على تشكيل الكتلة الأكبر، على ماذا تم الاتفاق، على أي آلية، ومتى سيوقع هذا الاتفاق؟ تحياتي لحضرتك ولقناة الشرقية ولأخي. يا هلا مرحبا. الحقيقة هي تفاهمات ليست اتفاقات، لم تصل إلى درجة الاتفاق، بل هي تفاهمات موجودة منذ اليوم الأول من إعلان النتائج. حوارات الكتل السياسية جميعها هي يعني هي حوارات في بداية اتفاقات، يعني بداية اتفاقات. لكن السيد خالد العبيدي تحدث عن اتفاق، أنا ما أصور عن اتفاق متقدم بين النصر سائرون الحكمة الوطنية، حوارات متقدمة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأيضا حوارات ربما أولية مبدئية مع الفتح. كان واضح باختيار العبارات ودقة هذه العبارات. هي العبارة هي
حوارات متقدمة، كلها يعني حوارات متقدمة منذ البداية، ولم تصل إلى الآن إلى درجة الاتفاق إلى درجة الاتفاق، ولا نتوقع اتفاق نهائي أو توقيع اتفاق بين هذه التحالفات مع النصر خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة. لا، ما أتصور لحد الآن هي حوارات. وأمس كنا في اجتماع أيضا مع نحن في بيارق الخير أيضا يعني داعمين أن تكون هناك حكومة يعني بعيدة عن المحاصصة، حكومة أغلبية وتقابلها معارضة. والمفروض هذا السير نحو التحالف مع سائرون، مع الوطنية، مع الحكمة، مع الحزب الديمقراطي، هو من أجل تشكيل حكومة أغلبية بعيدا عن المحاصصة. نعم الكتلة الأكبر، أنتم تنتقدون الطرف الآخر والفريق الآخر الذي يسعى إلى تشكيل الكتلة الأكبر وتتهموه بأنه يسعى لإعادة إحياء المحاصصة. لا، هو شدولي الآن أكو فريقين. أنا أقول لك يعني هناك فريقين يعمل، أنا من خلال حواراتنا مع الجهات كلها، هناك فريق قودة سيد المالكي وفريق قودة سيد العبادي. هذه تستند على كتل سياسية كبيرة، منها سائرون، منها الفتح، منها الحكمة، منها الوطنية، منها الديمقراط الكردستاني، كلها التقت مع هذه. والكتلة الأكبر اللي ستشكل من هؤلاء ستشكل، والآخر راح يكون في المعارضة. هذا شيء بديهي من خلال يعني التقاطعات الموجودة، من خلال دراستنا وقراءتنا على هاي ما يتعلق بالمعارضة ومسألة المعارضة. وعندنا شك أنه أكو فريق من الفريقين أو من كل الفرق يقبل أنه يكون بالمعارضة والحكم للآخرين. لكن قبل هاي النقطة أقدر أعتبرهم أكثر دقة هذا الفريق الآخر، يقول لك عندنا تفاهمات بعد ما وصلنا إلى مرحلة الاتفاقات، ربما على مقربة من هذه المرحلة، لكن دولة القانون مع الفتح من أسابيع ويتحدث قريبون جدا من تشكيل الكتلة الأكبر، على بعد خطوات من تشكيل الكتلة الأكبر، ومن أسابيع نسمع نفس الجمل نفس الكلمات دون نتائج دون إعلان اتفاق لتشكيل الكتلة الأكبر. تحياتي لكم. يا أهلا مرحبا صديقي الأستاذ الخالدي. الحقيقة اللي سبب التأخر في إعلان الكتلة الأكبر هو موضوع العدوى الفرز اليدوي اللي أخرنا فترة طويلة، بانتظار الآن المحكمة الاتحادية بعد شوي. المحكمة الاتحادية عندنا طعون والنظر بطعون ومن ثم المحكمة الاتحادية. والحقيقة الطعون على شنو؟ هو العدو الفرز صار على الصناديق المطعون بها. بعد هيطعنون على شنو؟ فهي غريبة يعني، هو الصناديق اللي درست هي الصناديق اللي كانت مطعون بها. فراح يطعنون على الطعن يعني ما ادري. هو الحقيقة المفروض الكتل السياسية أن تقبل بنتائج انتخابات ونمضي قدما. وندعو بسرعة لإقرار يعني المصادقة على أعضاء مجلس النواب القادم والإسراع بتشكيل مجلس النواب الجلسة الأولى. وطبعا إحنا يعني بالتأكيد الجلسة الأولى سنثبت من هي الكتلة الأكبر. بالتأكيد ستثبتون، يعني أنتوا حتثبتون لو أنتوا حتشاهدون من يثبت الكتلة الأكبر. لا إن شاء الله إحنا سنثبت. شوف أكو مثل ما تفضل الأستاذ، هذا الكلام من تموز صحيح، حضرتك تحدثت به. صحيح. آخرين سادة بي. آخرين من دولة القانون ومن الفتح تحدثوا به نفس الجمل، سنثبت قريبون جدا بالتأكيد. الآن لدينا موعد افتراضي، طونا إعلان، طونا اتفاق، طونا ملامح شبه نهائية. أكو أسباب لأن أنت من تجي تتوقع أنت راح تتوقع على تفاصيل، مو فقط تتوقع على تحالفات. إحنا نريد مع الأخوة أنه نأكد أنه التواقيع ستكون على الخطوط العامة ونترك التفاصيل بعيدا عن المخاصصة. خلي أكون أكثر واقعية، أكو كتل سياسية لا زالت تشترط مواقع متقدمة بالدولة ووزارات ذات صناديق مالية تشترط كبيرة. على دولة القانون والفتح تشترط على الجهتين، تشترط على الجهتين. يروحون للسائرون يحكون الحكي هذا ويجون دولة القانون والفتح يحكون الحكي هذا. منو هاي الكتل؟ هسه ما اقدر نذكر اسماء. ليش ما تقدر تذكر اسماء؟ مو صحيح. ادبا خوفا يعني من الخساره، خساره الاتفاق مع هذه الكتل السياسيه. لا والله نخاف ليش تكون على المحاكم يعني. فحقيقه الامر هو هذا. فلهذا انت اقدر ابدي نوع من الشك او بعض الشك انه دولة القانون مع الفتح على اعتبار هو تحالف كامل، الفتح مع دولة القانون إلى هذه النقطة الأمر واضح، ما بعد صحيح. هذه النقطة إلى الآن صحيح. ليس هناك شيء واضح. خليني أفترض جدلا أن دولة القانون
مع الفتح غير قادرين على تشكيل الكتلة الأكبر لأسباب ربما أهمها سعيكم إلى أن يكون تحالف سائر معكم سعي حثيث لكن عدم مقدرتكم على إقناع سائرون والحكومة التي تشكل بلا سائرون ربما تسقط عدكم سعي آخر لأن يكون كل تحالف النصر معكم وهنا أيضا نوعا ما فشلتوا إلى الآن كان عندكم مراهنة على جزء من النصر وجزء كبير من النصر أنه يكون معكم وإلى الآن لم تنجحوا في هذا المسعى لا أولا جزء كبير من النصر معنا جزء كبير من النصر. النصر نعم معنا ثانيا جزء يعني أجزاء محترمة من كتل سياسية متعددة وشخصيات محترمة من كتل سياسية ومن مكونات اجتماعية أساسية بالعراق معنا ما وقعوا لكن معنا احنا يعني انا اقولها بصراحه نتمنى انه الاخوه في سائرون يجون سياسيهم يجون لدوله القانون والفتح ويقعدون ويانا نكتب البرنامج الحكومي القادم احنا ما نريد جهه من الجهات تفرض رايها على البقيه ما نريد نرجع للشارع ما نريد يوم الجمعه باب الشرجي ينقطع نريد الاخوه في سائرون مع بقيه الاخوان يجون ونكتب قبل انعقاد الجلسه الاولى نكتب البرنامج الحكومي المختلف عليه حاليا الان كل جهه تتكلم بلغه معينه انا ما اعرف ليش حضرتك احنا لكن للاسف تريد توصلني النتيجه انه الخلاف او الاتفاق حيكون على اساس البرنامج الحكومي ما حيكون على اساس المناصب وانا اعرف وحضرتك تعرف والمواطن البسيط يعرف والعالم يعلم أن الخلاف والاتفاق سيكون حول المناصب لمن منصب رئيس الوزراء لمن منصب رئيس البرلمان هاي الوزارة المن وهذا وكيل الوزارة المن والحال ما فرق كثيرا عن المرحلة الماضية حرجع على هاي النقطة بس اعطيني مجال شوية عندهم يعني متأكدين أنه لديهم القدرة على تشكيل الكتلة الأكبر عند انعقاد الجلسة الأولى في البرلمان عكسكم يقول لك تقول يعني تقول لي حضرتك مجرد تفاهمات مجرد حوارات هنا انا متاكدين واثقين اكثر انه جزء كبير من النصر حيكون معاهم بالكتله الاكبر فبالتالي اعلان السيد خالد العبيدي انه النصر مع سائرون مع الوطنيه مع الحكمه واثق من هذا الاعلان واثق انه كل النصر حيذهب بذاك الاتجاه اتجاه الفريق الثاني هو تقريبا الجهتين المتعادلين يعني انا اعطيك الخريطه اللي موجوده حسب معلوماتي يعني انه سائرون النصر اي نصر الوطني كل النصر نعم ام بعض النصر لا كل النصر والوطنيه كل النصر والوطنيه هذول يعني تقريبا شبه متقدمين وما الكتر. عندك شك انه بعض من النصر او جزء كبير من النصر حيروح بهذا الاتجاه لا أنا اتجاه دوله القانون الفتح انا احسب لك الان الكتل بما حصلت بالانتخابات ما لي شغله باللي يطلعون ما يطلعون هذا ما يحسب في حسابات التفاهمات السياسيه يعني عندنا بس عندك شك لا بس عندك شكوك انه البعض حيطلع من النصر لا ما عندي شكوك لا ما عندي ابد ما عندي لا عندي شكوك على الدوله ولا على النصر احنا الخريطه هي انا قلت لك النصر سائرون الوطني هذول متقدمين عندك مع الحكمه الحكمه خليها هسه عندك دوله القانون مع الفتح مع الاتحاد الوطني الكردستاني هذولا ايضا متقدمين في بعض المفاصل يعني متقدمين ايضا يبقى الحكمه لحد الان ما حسمها امرها الحكمه ما حسمها امرها تجي الى القوى لا الحزب الديمقراطي الحزب الديمقراطي الديمقراطي ايضا ما حاسم امره مع النصر ولا مع الفتح مع دوله القانون اذا انت عندك بقت القوى اللي هي خرجت من العراقيه نشوف نقول الغربيه القوى الموجوده الان اللي فازت هذه القوى منقسمه الى ست سبع اقسام ستة مرشحين ست مرشحين رئاسه مجلس النواب اي 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 جهه تقبل كتله راحية بانه رئيس مجلس النواب لها تكون راح تكون ضمن هذه المعادله هذا الميزان خليني ارجع وياك شويه قلت اكو نعم. اتفاق بين النصر كل النصر نعم كل النصر نعم مع الوطنيه مع الوطنية مع سائرون نعم منو رئيس الوزراء ضمن هذا الفريق المرشح 40 شرط للسيد الصدر تمام موافقين عليها تمام حتنفذوها هو اكو موضوع خروج دكتور حيدر من حزب الدار انا اتصور صار نوع من انه يجمد عضويته يعني اكو في هذا الكلام يجمد عضويته ثم ولكن ايضا هنا راح يخسر كثير من جماعته في النصر
هذه هي معادلة معقدة أستاذ، يعني معادلة الآن حتى دولة القانون فيها مشاكل كثيرة، من هو رئيس الوزراء؟ وفي هذه الدورة أنا أتصور أنه راح يكون هناك خلط بين المشروع الوطني وأيضا مشروع الكفاءات في اختيار الوزارات، لأن دائما في حكومة الأغلبية يكون رئيس الوزراء له رأي في اختيار الوزارات، وبالتالي هو أيضا هناك إقصاء لمجموعة كبيرة من نقول الثلث الفائزين في البرلمان، ثلث المقاعد راح تكون في المعارضة والثلثين في الحكومة. في الحكومة. إذن هنا تقل عدد الكتل اللي قبل ما أرجع للسيد سعد، ما المانع أن يلتحق أو أن يذهب النصر مع دولة القانون والفتح؟ هل منصب رئاسة الوزراء هو المانع؟ هل إصرار السيد العبادي على منصب رئيس الوزراء يمنع التحاق كل النصر بدولة القانون والفتح، أم منهج دولة القانون والفتح، أم لاعتبارات أخرى؟ يعني الطرفين ما يرغبون هذا الشيء، أنا التقيت بالطرفين، الطرفين ما يرغبون، يعتبرون أنه الرجوع إلى نقطة الصفر اللي هي عودة التخندقات الطائفية، هذا أيضا الطرفين ما راح يقبلوه. وأيضا هناك تنافس شديد بين الطرفين على منصب رئيس الوزراء، يعني أنا أقول لك منصب رئيس الوزراء راح يكون الحاسم في التحالفات المقبلة، يعني مو البرنامج الحكومي هو الحاسم، البرنامج الحكومي هذا يعني مو تلبية مطالب المتظاهرين هو الحاسم، البرنامج الحكومي في هالدورة راح يمشي. ليش؟ لأنه حكومة أغلبية وهناك معارضة، لأن المعارضة راح تهدد عمل، وهالحكومة هذه عمرها 6 أشهر، إذا قدمت الناس راح تدخل بيوتها، ما قدمت شيء راح تستمر في المظاهرات وتسقط الحكومه. حاسمين عن طريق المعارضة. سيسعد حاسمين منصب رئاسه الوزراء بين الفتح ودوله القانون، هسه ما لي غرض بالانفتاح على باقي القوى السياسيه سواء الكرديه او العرب السنه او العرب الشيعه، انتم حاسمين داخلكم منصب رئاسه الوزراء، من مرشحكم؟ اصلا لم يناقش الموضوع. لم يناقش الموضوع ولا لنا علاقه بالموضوع. الفتح مرشحها السيد هادي العامري، انتم مرشحكم السيد نور المالكي. لا 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 هذا مو صحيح. شلون مو صحيح؟ كل جهه تتحدث بمرشح معين، اما تقول لي على الورق اكو كتاب ترشيح؟ لا كتاب ترشيح ماكو. استعرض السيد محمد عثمان الخالدي خارطه التقارب الان، ليش النصر من تقارب مع من؟ قال لك النصر تقارب مع الوطنية واضح، عفوا بس أكمل الفكرة، مع سائرون مقابل الفتح ودولة القانون، باقي الكتل حتى الآن متأرجح موقفه، هاي الخارطة تتفق ويا عليها؟ شوف بس نرجع على الموضوع، لو عندكم غير اتفاقات جانبية أكو فت خلل. النصر شنو مشكلتها؟ يريدون السيد الدكتور العبادي رئيس الوزراء، سائرون ما توافق. ليش ما توافق؟ ما توافق لأن ضمن الشروط المطروحة ما تنطبق على السيد الدكتور العبادي، ما تنطبق على الدكتور العبادي، ما التجميل هاي ترى واضحة، يعني هاي تجميل يعني واضحة مخرجة هاي تجميل. فالنصر وسائرون ما راح يلتحقون، لأن المشكلة الأساسية هي رئيس الوزراء وما راح يلتحقون. يعني أنت جاي تقول لي سائرون بهذا الفريق أو يا هذا الفريق بالنتيجة حتكون بالمعارضة نتيجة للشروط 40 اللي فرضها السيد الصدر، ومعنى ذلك معارضة شعبية وسياسية يعني كما قال الرجل، نتمنى أن لا يكون ذلك، واحتمال كبير أن تذهب الحكومة نحو السقوط بعد يعني 6 أشهر أو سنة. دا أدعو من صار كم يوم دا ندعو الأخوة في سائرون أن يأتوا وأن يجلسوا معنا لكتابة البرنامج الحكومي الإصلاحي. ما تكفيهم الدعوة، يقول لك عندي 40 شرط نفذها. يعني تعال أكو شروط ما غير دستورية، أكو شروطكم 40 غير دستورية، ما نقدر نخرج على الدستور، أنتوا تحملوا خروج على الدستور مو إحنا. تعالوا خلنا نقعد، هذا الشرط مو دستوري نذبه، هذا الشرط دستوري نعمل على تحقيقه. ترى أكثر 40 نقطة أو شيء 25 نقطة من النقاط هي نقاطنا، يعني متفقين مع سائرون بأكثر من 20 نقطة ابتداءً بعدنا ما قاعدين. ليش وقت نعطي فرصة لسائرون وأيضا للنصر؟ هم سائرون عندكم إرادة ورغبة بأن يلتحق النصر بكم، ليش وقت نعطي فرصة لسائرون وللنصر؟ ربما إمكانية التفاهم مع الحكمة وارد، مو هالشكل؟ بالتأكيد. ليش وقت نعطي فرصة لسائرون والنصر؟ يعني شو وقت حتنتهون حتعجزون انه تقنعوهم؟ بالتالي يا ناس انتم ما يفيد الكلام وياكم والتفاوض وياكم، ذاهبين نحو اعلان الكتله الاكبر. سماحه السيد مقتضى الصدر
هو منح 15 يوم أعتقد هذا هو الخط يعني ديدلاين، هو هذا التاريخ النهائي اللي هم عندهم مو احنا، بس احنا راح نحتربه على اعتبار انه هو وضع الخط للمصادقة على نتائج انتخابات. فإذا صارت نتائج المصادقة انتهت المصادقة وتوضحت الصورة، احنا ندعوهم من الآن والمستقبلا ندعوهم بالجلوس لحل مشكلة الأربعين شرط، الشروط غير دستورية خلينا نوخرها، نشتغل على الخروط. أولا نبدي بالنقاط المشتركة. شنو الشروط غير دستورية؟ أكو غير دستورية مثلا لازم يكون مستقل، هذا مو دستوري زين، هذا لازم يكون مو من مدري يعني ما تقدر ما تقدر تقول عنه مو دستوري، خلينا نقول ما يتناغم ويا الدستور. الدستور يجيز شيء يجيز شيء آخر. بالضبط زين، بالضبط هو عندك الدستور أتاح زين، ما حضر هذا الشيء زين. بالنهاية احنا نقول تعالوا تفضلوا، اكو ابتداء احنا عندنا نقاط مشتركة، هذا مشتركة نخليها على صفحة، المختلف عليه تعالوا نناقشها، نحولها الى قابلة التطبيق حتى نرضي المواطن، حتى نكون قادرين. سؤال من شقي، قادرون على الذهاب نحو تشكيل كتلة اكبر؟ لا اتحدث عن عدد جمع عدد في مجلس النواب، اتحدث عن قدرة لتشكيل كتلة اكبر وتشكيل حكومة تصمت تكون صامدة تكمل الاربع سنوات، قادرون على ذلك؟ وايضا هل تقبلون بالذهاب نحو المعارضة في حال نجح فريق آخر بتشكيل الكتلة الأكبر؟ السؤال الجزء الأول، نعم أعتقد قادرين، وهناك إرادة سياسية وإرادة إقليمية ودولية. القرار العراقي هالمرة هو القرار الصحيح الصائب والقوي، يعني الكفة الآن بيد القرار العراقي لتشكيل الحكومة القادمة. هناك اراده سياسيه للتشكيل. اسعد خلينا نغادر هاي هناك اراده لتشكيل. خلينا نغادر هاي المنطقه، منطقه تشكيل. الاراده العراقيه والسياده العراقيه، القرار العراقي خصوصا فيما يتعلق بتشكيل الحكومات 2014 2010 2006، دور كبير وكبير جدا للولايات المتحده وإيران. الامريكيه وايران والسعوديه وتركيا وحتى تركيا وحتى السعوديه وحتى قطر، والسفراء لهذه الدول هنا يتفاوضون على أبسط القضايا، حتى قضية وكيل وزارة يتفاوضون بخصوصها. باستثناء 2018 الخارطة تغيرت. اسأل أي سياسي الآن، أي مفاوض، اسأل الجميع. هاي الاستثناء سمعناها بال 2004. لا 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 سمعناها بال 2010. لا 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 لا، الشعب بالشارع. هسه قلت لي قادرين على تشكيل الكتلة الأكبر بعيدا عن العدد. بعيدا نعم. وتقبلون بالمعارضة في حال لو نجح الطرف الآخر بتشكيل الشق الآخر؟ الشق الآخر يعني تعرف إذا شنو المعارضة؟ إذا الشق الآخر، إذا تشكلت حكومة توافقية، حكومة محاصصة مرة أخرى بقيادة الفرق الأخرى، سنذهب للمعارضة، لن نشارك في حكومة محاصصة. ماكو حكومة محاصصة. إذا صارت حكومة محاصصة. حكومة محاصصة؟ مثل حكومات الستة والعشرة والأربعة. أنتوا فريق والآخرين فريق. لا إذا سووا، لا إذا سووا حكومة محاصصة هذه إلك وهذا إلي ويستمر الفساد. لا هم عندهم شكوك يجيبيكوا. هسا إحنا دنقول تعالوا نقعد خلينا نحل المشكلة. تروحون للمعارضة. تروحون للمعارضة نعم. إذا كانت حكومة محاصصة وسرقة واستمرار للسرقة. امتيازات للآخرين. عزيزي. حكومة ومناصب وتقوية سلطة لبعض الأحزاب. خلي جاوبوا الشعب سيد محمد. الشعب هو نعم. أنا بس الأربعين نقطة مع السيد مقتدى هي نقطة واحدة فقط بها مهمة وما مخالفة، هو استقالة أو يكون مستقل رئيس الوزراء، وهذا شيء جيد جدا يعني. أتصور الأمور الأخرى هي أمور يمكن كل الكتل تعرضها، ما في مشكلة. النصر متفق مع سائرون، بس بقى هذا الشرط فقط، قلت لك فقط شرط المستقل. مستقل يعني هذا شرط فقط بقى بيناتهم. طبعا انا مو من النصر، ولكن انا مواكب للكل وقريب عن النصر ايضا. اقول لك لا حتكونون جزء من النصر. نعم. ويجوز تغادرون النصر الله اعلم. لا هو تمام، ولكن في الدوره هذه عمر الحكومه اللي راح تشكل هي 6 اشهر. اذا قدمت شيء للجمهور ويعني نفذت وعدها بالإصلاحات، وإصلاحات هناك إصلاحات سريعة وآنية فورية، الناس راح ترضى وتستمر الحكومة. أما إذا ما قدرت راح يكون هناك انقلاب عن طريق المعارضة اللي راح تبدي تنقلب على الحكومة، ثم تبدأ بسحب الثقة من الحكومة. وممكن أنتم تكونوا بالمعارضة. نعم نعم. قادرين أنهم تكونوا بالمعارضة. نحن أنا بالنسبة إلي شخصيا قريب من المعارضة أكثر من إذا ما كان هناك. أنا ما ظل عندي وقت، بس ما مقنع عملية الإصرار على رئاسة الوزراء مقابل الإعلام بالقبول بالمعارضة.
أكو أصرار من قبل السيد العبادي عندما يذهب لسائرون أو عندما يأتي للفتح ودولة القانون. نعم. كيف يصر على رئاسة الوزراء ومن جهة أخرى نقبل بالمعارضة؟ نعم. هو أكو تناقض. هو الفريقين أو أهم منصب رئيس الوزراء، هو الفريقين دا يحاولون على هذا المنصب. أي واحد أكيد راح يجيب نصف زائد واحد راح يأخذ هذا المنصب، راح يأخذه، وبالتالي هو اللي يشكل الحكومة، لأنه من شروط تشكيل الحكومة هو تشكيل الكتلة الأكبر، وتكليف مرشح رئيس الوزراء رئاسة الوزراء بتشكيل حكومته خلال شهر، فترة شهر. هذا إذن أنت تحتاج إلى الكتلة الأكبر، هذا منتهين منه. أما من هو يشكل الكتلة الأكبر؟ من هو يقنع الكتل الأخرى ببرنامجه؟ هذا هنا هالدورة هذه. في حال آخر سؤال والإجابة نعم أو لا، إذا ذهب النصر مع الفتح ودولة القانون وارد جدا، وين حيكون السيد خالد العبيدي مع نوابه؟ خارج الكتلة. خارج الكتلة. خليني أشكرك السيد محمد عثمان الخالدي أمين عام حزب بيارق الخير، شكرا جزيلا. شكرا أيضا للسيد سعد المطلبي عضو ائتلاف دولة القانون، شكرا لحضوركم، يا هلا بكم. إعادة إعمار المناطق المحررة يتعثر بين الوعود وتلكؤ صرف التخصيصات. عمليا لم يتحصل صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة من المنح الدولية سوى الشيء اليسير، وهو في موقف لا يحسد عليه، إذا ما ضفنا إلى ذلك عدم أطلاق تخصيصات إعادة الإعمار من الموازنة العامة. الغريب أن أقرب موعد للقاء دولي عام يتعلق بإعادة الإعمار سيكون بعد 4 أشهر تقريبا، في 5 والـ6 من كانون الأول من هذا العام. وحسب مصادر فإن هذا المؤتمر المزمع عقده في بغداد لن يأتي سوى ببحوث ومناقشات جديدة لا يعرف أحد متى ستنتهي. حول هذا الملف معنا في الاستوديو الدكتور مصطفى الهيتي رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة. دكتور مصطفى يا هلا بيك. شكرا لحضورك. يا هلا مرحبا. الله بالخير. الله بالخير. خلينا نبدي سيد مصطفى من الحركة الأخيرة في الموصل في نينوى. من يوم حضرتك رجعت من نينوى كان أكو على ما أعتقد مؤتمرين في الموصل، ورشة عمل أيضا دولية في الموصل. شنو فائدتها؟ شنو انعكاساتها الإيجابية على الموصل، على نينوى، على حركة الإعمار هذه المؤتمرات الأخيرة؟ ما في شك دمار بهذا الحجم أن تكون عليه مؤتمرات دولية، وهذه المؤتمرات الدولية حقيقة تحقق استراتيجية، لازم توضع استراتيجية كبيرة لإعادة الإعمار. ممتاز. اليوم إذا أريد أتكلم عن الموصل بوحدها يعني مو أقل من 10 مليار دولار أن تكون للموصل بوحدها. الموصل لو نينوى. نينوى بشكل كامل 10 مليار على أقل تقدير لإعادة الوضع إلى عام 2014 بدون الفرص التنموية اللي فقدت إلى هذه المرحلة. هذا 2014 ما كان الوضع جيد، لكن مقبول وأكو سكان، وبالتالي أكو نوع من البنى التحتية اللي تسير الحياة. أعطيك بعض الأرقام. مثلا في عام 2014 كان تقديرنا احتياجات العراق للسكن 2.5 مليون وحدة سكنية. اليوم اللي دمر في من يعني نتيجة الحروب والمعارك واحتلال داعش 150 ألف وحدة سكنية تضاف إلى رقم 2014 مليونين ونص وعندك 150 ألف وحدة. وأكو فرق السنوات بين الفرص الضائعة بين 2014 إلى 2018 أخذين بالنظر الاعتبار معدل النمو السكاني عندنا عالي جدا، معناته أنت اليوم تحتاج على أقل تقدير 3 مليون وحدة سكنية. هذا للعراق. 10 مليار دولار نحتاج لإعادة إعمار نينوى أو إعادتها لما قبل 10/6/2014. أنت وفرت هذه الأموال، أفرض جدلا توفر هذه الأموال، وأنا أعلم وحضرتك تعلم أنه صعوبة على الأقل في الفترة الحالية في السنوات القليلة القادمة توفر هذا المبلغ ومبالغ أخرى لإعادة إعمار باقي المناطق المحررة. أنت وفرت شقد أحتاج من مدة لإعادة إعمار نينوى؟ شوف، عملية إعادة الإعمار بالمنطق العالمي وما كصار بالعالم كليته عملية مستمرة لا تتوقف، لكن هنا الأهمية. قل لي بمن نبدأ بالأول؟ يعني
بالتسلسل. لا قبل مين أبدأ بالأول؟ مين هاي الأموال؟ مو أنت قلت لي فرضاً توفرت، بس أنا أقول لك يا ما تتوفر. ما تتوفر. لكن نقدر، العقل الإنساني مبدع، يعني إحنا هذه الأموال اللي يحتاجها العراق حسب دراسة الأضرار والخسائر اللي قمنا بها الصندوق العراقي والصندوق الكويتي ووزارة التخطيط وإشراف كامل وخطة من البنك الدولي اللي هي ختمة هذه الوثيقة، نحتاج 88 مليار دولار لإعادة أعمار المناطق المحررة. هنا العقل الإنساني شلون يتحرك واستراتيجية والديناميكية، هذا المبلغ ممكن توفيره؟ مستحيل. إحنا بدستور 2005 تحول الاقتصاد العراقي من الاقتصاد خلينا نسميه الاشتراكي إلى اقتصاد السوق الحر. يعني هذا على الورق دكتور، حضرتك تعرف على الورق مثل ما احنا الان اقتصاد بنظام هجين، يعني لا هو اشتراكي ولا هو رأس مالي. لذلك شو اقول لك اياه، اذا تذكر مؤتمر الكويت هو مو فقط اعمار، هو اعمار واستثمار، كل القطاعات الانتاجيه اللي هي بالنفط وبالزراعه وبالطاقه وغيرها، اذا قدرنا هذه تروح للاستثمار، هذا المبلغ 50% نقدر نعوضه، نقدم خدمات لل البنى التحتية للمواطن العراقي اللي تعود أن يأخذها من الدولة، هذا الاتجاه. وبالتالي إذا ديناميكية الحركة والعقلية في استراتيجية فاعلة ممكن نوصل. لذلك مؤتمر الكويت قسمناه يوم للإعمار ويوم للاستثمار حتى نحاول نقلل، خلينا نسميه أن نحول التحديات إلى فرص. شنو التحديات إلى فرص؟ اليوم إذا تسألني تجيك فلوس 88 مليار وتشتري مكاين وتشتغل مثل قبل، وهذه الشركات الخسرانة اللي عندنا لو تعرضها للاستثمار أقول لك استثمار، لأن أريد أشغل مواطن، عندي شباب، عندي نسبة البطالة، تقارير تقول 30% عندك موجود، تكنولوجيا حديثة أريدها للعراق، لا يمكن أن نشتغل بالتكنولوجيا السابقة، نريد نتزوج ويا العالم. اليوم إحنا ما عندنا في شيء كومن ويا. اسمح لي دكتور، 10 مليار لإعادة أعمار نينوه، 88 مليار لإعادة أعمار المناطق المحررة أو كل العراق، خلينا نقول على اعتبار عندي فقط للمناطق المحررة، أضيف لك العراق حوصل للمئة مليار. يعني أنا ما قايل لك وسط وجنوب العراق حالته أحسن، بس هذا ما عنده مثلا مأوى على أقل تقدير، ماكو جزر يوصل. خلينا بالعشرة مليار للموصل لنينوى والثمانية وثمانين مليار لكل المحافظات المحررة، هاي الأموال غير متوفرة الآن. نعم. ابعدني عن المنح الدولية، عن القروض، عن الاستثمارات، كلام. خلينا بقدرة ذاتية عراقية على اعتبار عندنا نفط نصدره، نعم أكو أزمة اقتصادية ارتفعت أسعار النفط قليلا، أكو إمكانية لتوفير 10% من هذا المبلغ؟ نعم. 5% من نعم. هذا المبلغ نعم، كأنما أنت تقرأ فكري. زين. أنا هذه عارض متكلم به، لو أكو موضوع بسيط الجمارك بحد ذاتها انضبطت بشكل جيد، وهذه أرقام أنا مسؤول عنها، وضريبة الدخل، ضريبة الدخل اعتيادي وفق القانون، ما أضيف ولا قانون جديد ولا أضيف ما يسموها ضريبة المبيعات اللي حتى السعودية وضعت ضريبة مبيعات، هذه 20 إدارة الموارد بشكل جيد يتيح لنا نسبة لا بأس بها من هاي 88 مليار دولار. هذا ما متوفر دكتور، إدارة الموارد بشكل جيد ما متوفر الآن، لا ما يتعلق بالجمارك ولا ما يتعلق بالضريبة، عندنا مورد واحد ألا وهو النفط، إذا تجينا أموال النفط نحطها بالموازنة نصرفها، هل أكو جزء من الموازنة مخصص لإعادة أعمار المناطق المحررة وبالتالي يصب في صندوق الأعمار؟ موارد الصندوق الحقيقة من الموازنة الفيدرالية اللي صارت خلال هاي السنوات الأخيرة مو أكثر من 150 مليار دينار. اللي من أي نتكلم. من أي تاريخ؟ هذا معناها من 2016 اشتغلت إلى الآن، إلى الآن ما يوصلنا ويا ريت ال 150 يعطونا إياها كلها أو يدوروا. 150 مليار دينار للسنة الوحدة؟ هي بالطبع للسنة الوحدة 150 مليار دينار فقط؟ هي بالطبع. لا خلينا نسويها بالدولار 150 مليار، يعني 125 مليون اللي هي لا تعني شيء. أنا هذا الاحتياج ليش أقول لك واحد من 10,000، مو واحد بالمية ولا واحد بالألف، واحد من 10,000 من احتياجات النينوى فقط يتوفر. أسعار النفط هابطة، الوضع الحالي اللي موجودة به إدارة المال، ليش أقول لك لازم نروح إحنا نحل بعض القضية بالاستثمار، يعني يجب أن نسجع الاستثمار أن يدخل بالعراق بشكل كامل حتى أخفف من وضع الحالة. اتركني من الاستثمار واتركني من القروض،
عفوا اتركني من ما يتعلق بإدارة الموارد بشكل جيد، أنا عندي أنقاض إلى الآن، بس أنا مطالب من عندك بنى تحتية. لا عفوا أنا أتحدث مطالب من عندك، أقصد الحكومة. لا ماشي ماشي بالعكس. أقصد من يدير دفة المسؤولية. نعم. ما أريد بنايات ناطحات سحاب، ولا أريد كهرباء، ولا أريد مي. أكو أنقاض الآن داخل المدن المحررة، الموصل الآن عبارة عن مدينة أنقاض. أكو جثث تحت هذه الأنقاض. هذا الملف صعب تحقيقه. إيش قد يحتاج من أموال أرفع الأنقاض وأطلع الجثث؟ راح أجي لك. يعني 8 أشهر من تاريخ تحرير الموصل إلى الآن. ربما لم يبدأ العمل بشكل جدي. خلي قسم هذا الموضوع، بسط المشكلة الحل. مو كل الأنقاض، أنقاض المدينة القديمة كل طابوقة أو كل آجرة هي تاريخ متحف بحالة، ما نشيلها ونذبها بشرط، مثل ما يقولها مو هيك الحكي. إذا نريد نحافظ، لذلك المؤتمرين اللي صارت، واحد من المؤتمرات والمهم جدا هي نسميها المستوطنات، منظمة الأمم المتحدة المستوطنات البشرية UN Habitat مع اليونسكو. عندنا مشكلة الموصل القديمة، يجب الحفاظ على تراثها، تراث أمه وأجيال كبيرة. يعني شوف، حتى من يصير العقارات تنخفض وتصعد في كل العالم ما عدا المدن القديمة بارتفاع ولا تنخفض، وهذه قاعدة في كل العالم اللي موجود. اثنين، هي روح الموصل، روح نينوى في هذه المنطقة، إن قضيت على الروح كل الأشياء. لذلك العملية هاي واحدة من الأشياء يراد لها دراسة، وأنا مو رفع هذه النقاط بهذه السهولة في هذه المناطق، لكن حتى إذا رفعتها الجمع. اثنين، أكو مشكلة أخرى، أنت كثير من هذه المناطق ما زالت يعني متفجرات بها، يراد لنا أموال حتى إحنا دا نتحدث بعد 8 أشهر، أنقاض موجودة، جثث موجودة، وبعض المناطق مفخخة، المتفجرات موجودة. بالتأكيد، لأن أنت هذه من اغلى الاشياء، اغلى يعني ايش قد يحتاج لها اموال. هي نعم بالتاكيد رفع المفخخات، رفع الانقاض، رفع الجثث بالتاكيد بحاجه الى اموال هذا الملف، لكن اموال اكيد مو ها نرجع ليش تاخذ بنا تحتيه وكهرباء وماء وملاعب والى اخره. كلامك جميل، لذلك اذا ترجع العنوان الحلقه مالتك اللي موجوده حقيقه يعني اقدر اسميها التحديات والفرص اللي موجوده. عندنا مشكلتين موجوده في هذا الملف بشكل واقعي. المشكلة الإدارية في إدارة هذا الملف اللي تتعلق في موضوع المحافظة ذاتها كتكوين، والمؤسسات اللي يعني غياب تنسيق بين التنظيمات والمؤسسات ونسميها منظمات المجتمع المدني والمحافظة. يعني ماكو عندك فسياق للعمل، كل من يجي يشتغل بدون مثل ما يقول تنسيق. طلبنا حقيقة وسوينا اجتماع قبل شهر، أنا طلبته كإسكان كعمار صندوق الإعمار إنه يصير التنسيق، ودعا السيد الأمين العام إلى اجتماع بيناتنا، إحنا كنا المحافظات ومنظمات الأمم المتحدة تنسق العمل، لأن ما ممكن يصير بهذه الفوضية. كل جهة تعمل كيفها. بالضبط. هذا شيء أدى إلى فساد، لأن إنه جزء أنت نفس المشروع يكرر مرتين، لذلك إحنا كصندوق إعادة إعمار. مو جزء، هذا صار. احنا كصندوق إعادة إعمار اقول لك يا ماكو مشروع يجينا من اي محافظة واي مكان اذا ما نطلع بنفسنا ان نفحص المشروع. انا اريد اركز على هاي النقطة. 150 مليار دينار، 150 مليون دولار ميزانية صندوق الإعمار، هذا اللي سنوية الموازنة الفيدرالية. هذا ليش يعني اكو من جهات اخرى تحصلون على اموال اخرى؟ ممكن نتكلم انت، اكو منح واكو قروض. المنح عندنا منحة 100 مليون دولار من الحكومة الكويتية ومن صندوق التنمية الكويتي للقاطع الصحي، هذه وحدة. وأكو منحة شيكية ب 460 ألف دولار مخصصة للحمدانية، وأكو آليات منحة من الصين. وقمتوا ببعض المشاريع وعدكم خطط لمشاريع أخرى، لكن هذه المشاريع المنجزة أو قيد الإنجاز أو المخطط لها لا تعني شيء قياسا بحجم الدمار. 10 مليار أحتاج أخويا قطرة في قطرة في بحر. 10 مليار أحتاج لنينوى. إيه بس مو بس المال، لكل المحافظات. لا مو أريد أجيلك. إدارة وتنفيذ هذه العقود، خلينا نسميه والقروض من مؤسسات الدولة والوزارات القطاعية بيتلكؤ. إحنا شنو واجبنا؟ بيتلكؤ أو بفساد؟ لا بيتلكؤ، ما بفساد. أكو تلكؤ وأكو فأني يعني دقيق في اختيار الكلمات. المشكلة وين تصير؟ يعني أكو القرض البنك الدولي اللي كان 350 وصار وزدنا 400 750 مليون دولار اللي موجود،
حركة الوزارات القطاعية بطيئة به. يعني عندنا الأسبوع الجاي أيضا نسميها قياس التنفيذ بالنسبة للمخطط. هذا بي مو نقول ماكو فلوس، نعم. يعني بهذا الملف وعندنا قرض آخر كبير هو قرض بنك التنمية الألماني اللي هو 500 مليون يورو. اثنينها احنا ماشيين بها متقدمين، لكن أرجع أقول لك يا أكو تلكؤ. احنا مشرفين على التنفيذ، مو احنا ننفذها، بينما الموازنة الفيدرالية احنا ناخذها واحنا ننفذ المشاريع. أنا بعد لي أقل من دقيقتين، 10 مليار حاجة إعمار نينوى، 88 مليار الحاجة لإعمار المناطق المحررة، هذه الأموال غير متوفرة الآن، ما متوفر نقطة في بحر على حد تعبير حضرتك. كلام جميل. خليني أذهب بهاي الأقل من دقيقتين إلى المنح الدولية، إلى القروض، إلى الاستثمارات التي جاءت عن طريق مؤتمر الكويت. أقدر أقول طبعاً خرجنا ب 35 مليار مو هالشكل على ما أذكر، بين منح بين قروض بين استثمارات. 2003 هذا 2003 من تحكي لي على شنو 2003؟ ليش مؤتمر مدريد؟ لا هذا مؤتمر الكويت. هذا مؤتمر الكويت غيره. يعني أنت هذا الحكي اللي تحكي ال 36 هذه التزامات في مؤتمر مدريد بعام 2003 للعراق اللي هي 25 مليون منح، هاي مصايره بالعالم يعني، ولا 11 مليون كل شيء ما ندري بيها. اقدر اقول مؤتمر الكويت فاشل؟ لا. او فشل؟ لا، على اعتبار طلعنا من عنده بحصيله بين منح بين قروض بين استثمارات الى الان لم يصل شيء. هنا نجي مؤتمر الكويت بناحيتين، هو احنا نرجع ليش فشل مدريد. مدريد ما كانت عندنا وثائق خلينا نسميها لل أو دراسات للأضرار والخسائر اللي صارت بالعراق، وبالتالي رحنا نعرض قضية بالأساس ما عندنا مستمسكاته. بالعكس مؤتمر الكويت قررنا أن تكون دراسة دولية، وبالتالي أهم شيء وافقت الأمم كليته والبلدان على صحة هذه الوثيقة. لكن صرف هذه المبالغ توقف لسببين واضحين. السبب الأول عدم تأليف الحكومة إلى هسه، وبالتالي هذه خلت إشكالية تردد هذه الدول في أن تدفع أو ما تدفع. إذا القضية سياسية. إيه يعني معتمدة على تشكيل الحكومة، شكل الحكومة القادمة، ربما بعض الدول التي أعطت وعود ستتراجع. لكن أكون وياك واثق من الناحية حقيقة القضية العراقية 77 دولة شاركت في هذا المؤتمر. الرعاية مو أنا تعنينا إحنا تعنينا النتائج وليست المشاركة. لا مو أكو أشياء إذا سمحت لي بيها. انه انت تقدم قضيه ناجحه، يعني احنا رحنا الى محلفين، ذول المحلفين وافقوا على صدق القضيه، لكن عمليه خلينا نسميها الصرف اللي نتوقع احنا ما رحنا فقط نريد نثبت. اليوم مصداقيه مشاريع موجوده. اكو مؤتمر دولي ببغداد حيكون 5 كانون الاول اللي هم ايضا مخصص لاعاده الاعمار. الحقيقه هو من يقدر احنا راح ندعي شركات دوليه، يعني سمينا المؤتمر عادة ما قفز للأمام حقيقة. هذا إن شاء الله تكون الحكومة مؤلفة، وبالتالي نريد ندعي يعني شركات عالمية، نريد نعرض برامج كبيرة، ونتوقع لهذا المؤتمر إن شاء الله النجاح، نتمنى صندوق الإعمار النجاح. خليني أشكرك الدكتور مصطفى الهيتي رئيس صندوق أعمار المناطق المحررة، شكرا لحضورك، نورتنا. شكرا. يا هلا بك. العمل تتوعد بمعاقبة شركات استيراد العمال الأجانب. توعدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بفرض عقوبات رادعة للشركات المرخصة للتشغيل لمخالفتها قانون العمل وتركيزها على استقدام وتوظيف 100,000 عامل أجنبي مقابل 18,000 عامل عراقي. نناقش هذا الملف مع معاون مدير قسم الأجانب في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السيد باسم محمد راضي. سيد باسم يا أهلا بك، شكرا لحضورك. أهلا وسهلا. الله بخير. الله بخير. من خلال لجانكم التفتيشية اكتشفت وجود 13,000 عامل عراقي مقابل 100,000 عامل أجنبي صدرت لهم سمات دخول 2017-2018 يعملون ضمن الشركات التي منحت إجازة عمل.
وقالت الوزارة سنفرض عقوبات على المخالفين لتنفيذ قانون وتعليمات تشغيل العمالة الوطنية المتضمن إلزام الشركات الأجنبية بتشغيل عمالة عراقية بنسبة لا تقل عن 50% من إجمالي الأيدي العاملة المستخدمة في المشاريع الاستثمارية الحاصلة على إجازة الاستثمار من الهيئة الوطنية للاستثمار. 13,000 عامل عراقي مقابل 100,000 عامل أجنبي، يعني 37,000 درجة وظيفية للعراقيين مفقودة. ماخذيها أجانب جاءوا بهم إلى العراق. وينكم من هذا الملف؟ وينكم من هذا الخلل، الخرق، تجاوز بنود العقد؟ إحنا بالحقيقة صدر قانون رقم 80 سنة 2013 اللي أنطى صلاحية للوزارات المعنية اللي عتها عقود ويا شركات أجنبية إنه يبرم العقود ويدخل استثمار الدخول، يعني للأجانب هو يصدرها عن طريق الخارجية والوزارة. بس أكو إلزام على هذه الوزارات والشركات بمراجعة وزارة العمل لغرض منحهم إجازات عمل للأجانب. هنا تجي إجازات عمل فردية للعمال الأجانب. للعمال الأجانب. عندنا بقانون هاي إجازات العمل قبل سمات الدخول، يعني تعطى سمات الدخول. لا هي من يدخل الأجنبي. ها بعد سمات الدخول. بعد دخوله. يعطى إجازة عمل. يراجع لازم وزارة العمل. في حال عدم منح إجازة عمل. إنه هذا مخالف. مخالف. يعني يبقى بالعراق ويعمل له يغادر المفروض. لا هي بالنسبة لدور وزارة العمل إنه يحال إلى محكمة العمل. يحال الى محكمه الشركه المعنيه حتى مرات توصل للوزارات. ممتاز. وين وينكم من هذا الخرق؟ يعني شلون سمحتوا بهذا الشيء انه 13,000 عراقي مقابل 100,000 عامل اجنبي؟ وبالحقيقه اكو الزام على الوزارات والشركات بتشغيل عماله وطنيه بنسبه 50%، والمفروض اكو عقود بين الوزارات وبين هيئه الاستثمار والشركات. صدر كتاب بال 2017 من الامانه العامه الى كافه الوزارات، هاي يضمنون العقود اللي منشأة مع الشركات المعنية إنه يبرمون هاي المسألة تشغيل أيدي عاملة بنسبة 50%، هاي بالنسبة للأعمال الوطنية. في حال ما شغل هذا يعتبر مخالف وينحال إلى محكمة الشركة. الشركة مع العمال والوزارة. قصدك وزارة؟ الوزارة المتعاقدة مع هذه الشركة. إيه هو الوزارة إجراءات رادعة بحق الوزارة. نعم. على اعتبار إنه متابعة الملف أو ربما متواطئة بالمناسبة، وحتى ما يصير صرف المستحقات المالية إلا بعد جلب براءة ذمة من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي. أنتم الآن شلون حتعالجون هذا الخلل، هذا الخرق؟ قلتوا أكو عقوبات على المخالفين. نعم. من هم قصدكم المخالفين؟ فقط الشركات والعمال أم من تعاقد مع هذه الشركات من وزارات ومؤسسات حتى الدولة؟ حتى وزارات ومؤسسات. شنو هاي الإجراءات؟ الإجراءات يحالون إلى محكمة العمل، ما تنصرف. ممتاز. لهم إجازات عمل. ممتاز. نعم. ليش الآن؟ لا هذا ليش هاي لا هذا البيان جديد، ما صار له ساعات، صار له ايام. لا اسمح لي، هذا بال 2017 عندي هاي كتب رسميه صادره. شنو هي هالكتب؟ يعني هسه مثلا هنا مثلا عن الامانه العامه لمجلس الوزراء، طبعا هذا الكتاب 21208 صادر هذا الشهر الثامن، بس شوفك هذا الكتاب اللي هو الزم 19/12/2017 هذا الى كافه الوزارات. طبعا هنا مخلي شرط اساسي اللي هو الزام الشركات الاجنبيه مراجعه وزاره العمل. هاي اجراءات اداريه سيد. اي نعم. اي سيد قاسم، هاي اجراءات على الورق، هاي مجرد خلي اسميها مواقف. لا المواقف. هاي مو اجراءات رادعه، مو اجراءات عقابيه. يعني اكو هل هناك من احيل الى محكمه العمل؟ نعم. من شركات، من عمال، وهل هناك اجراءات اتخذت بحق بعض الوزارات او مؤسسات الدوله؟ بال 2013/14 نعم كان عدد الشركات اللي راجعون وزارة العمل 20 شركة. زين. في حين اتخذنا هاي الإجراءات المخاطبات وكذا، بال 2018 صارت مراجعة 100 شركة لحد هسه. اللي عدد الشركات 989 شركة اللي مراجعتنا. زين. طبعاً عدد سمات عدد الأجانب اللي دخلوا عن طريق سمات عددهم 104,380. هنا تم منحهم 8,157 إجازة عمل، هذا يعني مراجع وزارة العمل. زين. بس بالمناسبة ذول كلهم محالين لأنه جاوزوا الفترة، حالوا ذول كلهم محكمة العمل. زين، بعد ما أصبحت أكو درجات وظيفية شاغرة من حق العراقي حسب بنود العقود الموقعة بين الشركات ومؤسسات الدولة، شغلوها عراقيين؟ لو أيضا جابوا أجانب مرة أخرى؟ لا مو إحنا شرط هاي الإجازة ما تنمنح إلا يجيب لنا نسبة 50%، ما نعطي إجازة. احنا بدنا نتحدث حصرا عن الشركات الاجنبيه. اي نعم. وانا لازم بالشركات العراقيه العامله. هذا القطاع الخاص. هذا قطاع خاص بحث اخر. لا غير شيء، بالعكس 2 مقابل 1.
2 مقابل 1 اي عراقيين مقابل يوجه السيد وزير يعني 75 و25% بالضبط. يعني هسه يجينا بالقطاع الخاص، بالمناسبه احكي لك على الاليه مال القطاع الخاص، يجي يريد يستقدم او يشغل اعمال اجنبيه زين، هاي نفرض عليه 50 100%، يعني يجيب 2 مقابل 1 اعمال وطنيه 2 مقابل ممتاز. الان اكو شركات اجنبيه عامله بالعراق، نعم. عددها من فضلك؟ عددها 100 شركه. 100 شركه لا عفوا 104000 104000 شركه 989 بس عدد السموات 104000 989 شركة الآن عاملة في العراق في مشاريع مختلفة، نعم. وحاصلة على إجازة استثمار مو هيك؟ لا هاي طبعا اكو عقود ويا الدولة القرار 80 واكو هيئة الاستثمار واحدة إجازة استثمار مع عقود من الدولة، نعم. بالتالي عملهم مرخص لمشاريع مختلفة داخل العراق 989 شركة، نعم. هاي الشركات بيها 13000 عراقي مقابل 100000 عامل أجنبي الآن، اي نعم. وأنا وياك جاني نتحدث 100000 عامل أجنبي مقابل 13000 عراقي. بس لا لا اسمح لي، هاي الإجازات اللي منحناهم دول الأصوليين خلينا نقول مسألتهم رسمية 8157 عامل اعطيناهم إجازة، بس شوف بالمقابل ايش قد عراقيين 13000 13000 يعني 8000 يعني عدد نسبة الأعمال الوطنية أكثر من الممنوحين إجازات عمل. إي الباقيين اللي حتى نوصل لل 100000 عامل أجنبي ما ممنوحين إجازات. أكو مخالفة هنا. طبعاً يحال المحكمة. هو شو وقت حتنتهون من هاي الإجراءات حتى أوفر 37000 درجة وظيفية لعراقيين يشغلوها 37000 درجة وظيفية مو قليلة. رادع بحيث ما تنصرف لمستحقاتها أو الشركة اللي يراجع وزارة العمل وياخذ وراء الذمة. من يجي تعال أنت عندك سمات كذا عددهم. إذا إجراءات روتينية مو إجراءات حتى لا أفضل حالة المحاكم. خليني أشكرك سيد باسم راضي معاون مدير قسم الأجانب في وزارة العمل، شكرا لحضورك. شكرا جزيلا. قلناها ونقول كثيرا لا تحتاج لها تفسيرا، لو دامت للغير مصيرا ما وصلتك فصرت وزيرا. هل تأمن أن تأتيك رياح التغيير فتقتلع الأسوار؟ هل تأمن أن تنشر مسؤولا مسجونا في نشرات الأخبار؟ أهلك أموالك في الخارج، لكن الحجز هو الرائج وسيبحث عنك الإنتربول، صدقني يا ولدي المسؤول. وفسادك فاح من الأعماق، أسماء كتبت في الأوراق، والقاضي للجلسة مشتاق. يا ولدي قد مات سجينا من مات على دين السراق. تحية طيبة، أنا محدثكم علي عماد ومن معدة برنامج حسين سعدون، إلى اللقاء.